لا، هذا ليس مبنى قيد الإنشاء، إنه مبنى قيد الوقوع على قاطنيه. هذا المبنى واحد من كثر غيره في الحارة المسماة الجديدة الواقعة بين بعل المحسن وبعل الدراويش، مبان وإن كان فيها بعض من أساسات جاءت المعارك الأخيرة التي شهدتها طرابلس لتقضي عليها، فراحت تتداعى حائطا وراء حائط. نزل نص الحارة، وقع الحائط. هلا كان قبله كم يوم كمان عم ينزل الحائط، وأنا خبرت إنه الحائط عم ينزل كل كم يوم، بينزل شوي منه شوي منه. بين لحظة وتاني بيقولوا ماتوا، تهبط البناية يعني. ما بين لحظة والتانية ما بننام الليل، نحن نفكر بالموت. نعم، لا خيار أمام هؤلاء المواطنين سوى مواجهة الموت تحت ركام بيوتهم إلا إذا الحريري بيعت مصوري وساعد كل الناس، ومصريات غزات الحريري بعتهم للعالم يعني، بعتهم لتعطيهم للعالم يعني، أكلوا هالمصريات علينا. بتمنى على دولة الرئيس سلام يعفي اللواء خير، لأن حامل شغلات أكثر من طاقته وصعب يقبضنا. بلدي قال دبروا حالكم. نحو ثلاثة أشهر مرت منذ انتهاء الجولة الأخيرة من المعارك التي خصص مجلس الوزراء حينها 30 مليار ليرة للتعويض على المتضررين فيها، لم تصل ليرة منها ولا حتى كرتونة إعاشة إلى سكان الحارة الجديدة على حد تأكيدهم.